الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأبناء والأحبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من عند الله مباركة طيبة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والهداية. عنواننا اليوم عنوان عظيم، تتحرك له الهمم ويسيل له اللعاب، ويتمنى المؤمن الموفق أن يكون من هؤلاء وهم أولياء الله. وأولياء الله جل وعلا هم الذين والوه بالإيمان والطاعة، وإذا كانوا كذلك والاهم رب العالمين بالحفظ والكلاء والهداية والتوفيق، فيأخذ رب العالمين بأيديهم إلى النجاة والنجاح، وينعم عليهم بأنواع النعم، ويوم القيامة ينادي المنادي على كل واحد منهم: ألا إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا شقاوة بعدها. ونفى عنهم رب العالمين الخوف والحزن، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الثمار التي وعدهم بها ووصفهم بهذا الوصف العظيم، والجملة مؤكدة مبدوءة بإن المشددة المكسورة الهمزة، وهي من أدوات التأكيد: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي هو الذي والى غيره، ولذلك أطلق على ابن العم مولى، لأنه موال بنسبه وقرابته، وهو أيضا ظهير لابن عمه. قد قال طرفة بن العبد: وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا ذل مولى المرء فهو ذليل، يعني ابن عم المرء، لأن من لا عمومة له ولا أبناء عمومة له ضعيف، لأنه لا ولي له ولا ظهير. والذين والوا رب العالمين سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة دخلوا في حصن منيع، ولذلك نفى عنهم الخوف والحزن. وإذا قيل لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دل ذلك على صلاح دنياهم وأخراهم، لأن الله جل وعلا جعل الديار اثنتين، هما دار الدنيا ودار الأخرى. والخوف هو الغم من أمر مستقبل، والحزن هو الغم من أمر فائت، والمستقبل هو الأخرى، والفائت هو الدنيا، لأن ظهورنا إلى الدنيا فهي تقطع المساوف كل آن كل لحظة، والآخرة هي مستقبلنا. فلا بد للناس أن يجتمعوا في ذلك اليوم، يحشرهم رب العالمين، أن يجمعهم في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. فإذا نفي الخوف وهو الغم من أمر مستقبل، دل ذلك على صلاح الآخرة. وإذا نفي الحزن وهو الغم من أمر فائت، فالذي يحزن عليه الإنسان هو ما فات، والذي يخافه هو ما يستقبله، دل هذا على صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه علامتهم، وهذه ثمرة أعمالهم، وهذه بشارتهم من قبل رب العالمين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم بهذا الوصف العظيم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا يعلم الحسم العظيم في صفات أولياء الله، فالعامة يطلقون الولي على من يعتقدون فيه ذلك، قد يطلقونه على المتصف بالسحر، وقد يطلقونه على المتصف بما يسمى الكرامات الدنيوية، تأتيه الهدايا، وربما يتكلم في بعض الأحيان
بأمر مستقبل، فربما يرى شيء من ذلك الأمر، فيظن العامة دائما أن هذا هو عنوان الولاية، وليس الأمر كذلك. فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالكرامات الدنيوية ليست علامة للولاية. نعم. هنا فلو كان الأمر كذلك لكان السحرة أولياء، ولكان الذين يحاولون الاطلاع على الغيب من الأولياء، وليس الأمر كذلك. فأهل الجاهلية كانوا يتحاكمون إلى السحرة وإلى الكهنة، وهؤلاء ربما يتكلمون بالغيب، ولكل واحد منهم رأي من الجن يخبره بأمور. فلو كان هذا علامة للولاية لكان هؤلاء أولياء، وليس الأمر كذلك. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أولياء، وأفضلهم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأفضل العشرة الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهؤلاء لم يدعوا أبدا ظهور بعض الخوارق على أيديهم، لأن الولاية بيّن رب العالمين أنها الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بيّن بعض العلامات الأخرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عاجل بشرى المؤمن ما يرى له من المرائي، لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة في النوم يراها الرجل أو ترى له. فهذه من علامات الولاية، لأنها بشرى ترى في المنام لشخص معين ظهرت عليه الاستقامة والهداية والاشتغال بما خلقه له رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذه علامات الولاية. أما طول النوم وكثرة المال وكثرة الأتباع والثناء بالحق وبالباطل على بعض الناس، فهذا ليس من علامات الولاية. وهذه أمور حسمها شرع رب العالمين، لا بد أن تكون بالنسبة لنا بيت قصيد نطلع عليها، لئلا ينجرف الواحد منا في ظلام لا يمكن أن يخرج منه نفسه، ويكذب على الحق ويتسلح بالكذب، فهذا أمر غير جائز. كذلك من علامات الولاية الاستقامة، المستقيمون على الحق أولياء الله. نبينا صلى الله عليه وسلم قال له رب العالمين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فقال: شيبتني هود وأخواتها، أخوات هود الواقعة وغيرها من السور التي كثر فيها بيان ما يقع يوم القيامة، وبيان تفاوت الناس في مراتبهم. دخل الشيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر زمنه، وتوفي وفي رأسه ولحيته زهاء 17 شيبة صلوات الله وسلامه عليه، وفي أوج قوته ونشاطه، والمؤمنون في أمس الحاجة إليه صلى الله عليه وسلم. فامتحنهم رب العالمين بقبض رسوله صلى الله عليه وسلم لما أعد له من النعيم. فهذه الاستقامة من علامات الولاية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، لأن الولي يبشر وهو على فراش الموت قبل أن يفارق الدنيا، يسمع كلام الناس ولا يستطيع الرد عليهم، تبشره الملائكة برحمة رب العالمين بما أعد له من النعيم. هذا من عاجل بشرى المؤمن، وهو من علامات الولاية. كذلك بشرى المؤمن منها ما يقع عند البعث، عندما يبشر الملائكة أولياء الله سبحانه وتعالى بأن الله أعد لهم النعيم المقيم الذي لا يزول ولا ينقطع،
نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ووالدينا وجميع المسلمين من أولئك. فهذا من علامات الولاية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي صلحت دنياهم وصلحت أخراهم. من علامات أولياء الرحمن أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا كله من علامات أولياء الرحمن، لا يخافون في الله لومة لائم. كونهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، تلاحظون الضد في غير أولياء الله. هناك منتسبون للإسلام كثيرون اليوم، لكنهم أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. إذا تكلم الواحد منهم في رده على من ينتسب للإسلام تراه كالأسد الهصور، لكنه إذا كان أمام أعداء الله وشر خلق الله وهم الكفار، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، تراه ذليلا حقيرا يحاول أن يتقرب من هؤلاء وأن يتزلف لهم وأن يأخذ من عندهم إذا شاءوا أو يعطيهم ما في يده إذا طلبوا. فهل يمكن أن تدعى الولاية لمثل هؤلاء؟ كذلك ترون الولي أكثر ما يطلق عليه في الأمة الإسلامية اليوم المبتدعون، فسبحان من هذا ملكه. يرتكب الإنسان البدعة ويعرض عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم فيلقب بالولي، ترشى بركته ويجلس أو يقف أو يسير الإنسان تحت ضمانه، وهذا الولي كذا وهذا الولي قال وهذا الولي رأى في النوم كذا وهذا الولي أخبر أنه سيقع كذا وكذا. شأن الولاية أعظم من ذلك وأحلى وأحسن. كذلك مقاطع قرآنية عظيمة ومتعددة وصف فيها أولياء الله من غير ذكر التسمية بالولاية. إذا نظرنا إلى فواتح سورة البقرة نجد صفات أولياء الرحمن: يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، يوقنون بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. قال تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه صفات لأولياء الرحمن: على هدى من ربهم، أي على بيان وإرشاد وتوجيه، والهدى يطلق على البيان كما يطلق أيضا على التوفيق والإلهام. على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أي الفائزون بالمطلوب الأكبر والخالدون يوم القيامة في جنات النعيم. والفلاح هو الخلود السرمدي في النعيم أو الفوز بالمطلوب الأكبر. وبهذين المعنيين فسر حديث الأذان والإقامة عند قول المؤذن حي على الفلاح، أي هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر. من أسبابه الصلاة، بل من أعظم أسبابه هذا هو الفوز، أن يتوجه الإنسان إلى الجماعة من أجل أداء فريضة من أعظم الفرائض، هي أول ما يكتب في صحائف الناس: إن صلحت صلح الأمر كله وإن فسدت لم ينظر لصاحبها في عمل. هذه صفات أولياء الرحمن. كذلك فواتح سورة المؤمنون: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه من صفات أولياء الرحمن الخشوع في الصلاة. والخشوع في الاصطلاح خشية
تنبعث من القلب فتظهر آثارها على الجوارح، ترى المصلي الخاشع أديبا لا ينظر أبعد من موضع سجوده ولا يلتفت في صلاته، ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وفي حديث الحارث الأشعري وفيه صفات عظيمة أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح، وأخرجه الترمذي في سننه كذلك بأسانيد صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له المسيح ابن مريم إما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في المسجد فامتلأ المسجد أي بيت المقدس، وقعد الناس على الشرف. فقال إن الله أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب ورق، فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ رب العالمين لا يرضى لعباده الكفر. ومن عمل عملا أشرك فيه معه غيره تركه وشركه، فلا يتأتى لمن له أدنى مسكة من عقل أن يعتقد أن رب العالمين يرضى منه هذا العمل الذي وقع فيه مثل هذا. قال وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. بل ورد في بعض الآثار أن المصلي إذا التفت في صلاته أرخى الله الستر بينه وبينه، لأنه أصلا إذا وقف المصلي في موضعه مخلصا لرب العالمين يكشف الله الستر بينه وبينه لترفع صلاته بلا واسطة، لا يكل أمرها إلى ملك مقرب ولا إلى رسول، وإنما يرفعها رب العالمين. لكنه إذا التفت سواء كان بقلبه أو بقالبه أو هما معا يرخي الله الستر بينه وبينه فلا ترفع الصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل في جماعة معه صرة فيها مسك كلهم يعجبه ريحها، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال وأمركم بالصدقة، وإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال أنا أفتدي منكم بكل قليل وكثير، ففدى نفسه منهم. قال وأمركم بذكر الله، وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم،
قالوا يا رسول الله وإن صلى وإن صام؟ قال وإن صلى وإن صام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين عباد الله. هذه صفات أولياء الرحمن. والذين هم عن اللغو معرضون، يعرضون عن كل لغو، واللغو هو ما لا فائدة فيه وحكمه أن يلغى. واللغو ما يلغى فكن مماطلا في القرب، أي لا يحضرون الباطل. هؤلاء معرضون عن اللغو، وأعرض عن الشيء أي والله عرضه، والعرض هو الجانب. وهذا تعبرون عنه في لهجتنا مع تظهر، أنا إن قال ذاك أعطاه بظهره معناها ما هم يعدلوا. أرفع عنكم تعبرون بهذا التعبير عن الشيء الذي أعرض عنه الإنسان أي ولاه عرضه أي ظهره أي جانبه. والذين هم للزكاة فاعلون، يزكون أنفسهم أي يطهرونها من أدناس الشرك والمعاصي، ويزكون أموالهم. والاختلاف الذي وقع بين العلماء في هذه الآية الكريمة يمكن التوفيق بين القولين فيه بأن الآية تدل على الأمرين، أي تدل على زكاة النفس وتدل على زكاة المال، وإن كان الذين قالوا هي في زكاة النفس خصوصا قالوا لأن زكاة المال لم تفرض إلا بالمدينة والسورة مكية. وهذا يرد عليه بأن أصول الزكاة فرضت بمكة، لأن الله جل وعلا قال في سورة الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه آية مكية قطعا، لأن سورة الأنعام نص القرآن على أنها مكية، لأن سورة النحل مجمع على أنها من القرآن المكي، وقال فيها رب العالمين وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، والمقصوص من قبل هو ما قص في سورة الأنعام، فدل على أنها نزلت قبلها ومعها 70,000 ملك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآتوا حقه يوم حصاده، معناها أصول الزكاة نزلت بمكة، والذي نزل بالمدينة هو تفصيل النصب والمقادير، معناها الزكاة ذات النصب والمقادير، بينت مقاديرها ونصبها بالمدينة في السنة الثانية للهجرة. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، أي لا يزنون، كما يأتي في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم، هذا مرغب فيه وليس من الزنا، بعيد من ذلك. وكذلك الموطوءات بملك اليمين أو ما ملكت أيمانهم، وما موصول، والموصولات صيغ عموم، ولا يعتبر الخلاف في هذه المسألة، بل يعتبر في محله أن الأختين مثلا بملك اليمين يثيرون أمرهم في هذا الموضع وما يشبهه من المواضع. هل تدخل الأخت بملك اليمين من الباب الذي دخلت منه الأخت من النسب، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، وهذا محرم اللي هو الجمع بين الأختين. سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأخت بملك اليمين، الأختين بملك اليمين، عن الجمع بينهما، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني أن آية المؤمنون أحلتهما لأنه موصول وقال فيه أو ما ملكت أيمانهم ولم يستثني منه شيئا، وآية النساء أيضا موصول لأن أل فيه من الموصولات، وقال وأن تجمعوا بين الأختين، والموصولات صيغ عموم. والأصل عند العلماء أن العمومين إذا تعارضا تدافعا، معناها يسقط كل العمل بكل واحد منهما حتى يترجح بدليل آخر،
فيلتمس الدليل من خارج. وقد بحث بعض العلماء في ذلك وقال يمكن أن يكون أن تكون آية النساء مقدمة لأنها مرجحة بمرجحات، منها ما هو منطوق ومنها ما هو مفهوم، ومن المرجحات فيها أن أخذ الأحكام من موانها وعدم أخذها من غير موانها. ومظنة الحكم سورة النساء لأنها سميت بهذا الاسم واشتملت على أحكام النساء. وأما سورة المؤمنون فهذه المقاطع منها تبين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وليست في أحكام النكاح وما يتعلق به، فربما يرجح الجانب الآخر. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المجاوزون للحد. ثم قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هؤلاء مطيعون راعون لأماناتهم، أي مأتمنوا عليه، وقد ائتمننا ربنا على أنفسنا وعلى ما فرض علينا وأمرنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا، والأمانة شأنها عظيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقد أخبرنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن هذه الأمانة يهتز أمرها في آخر الزمان فلا تكاد توجد. وقد ثبت ذلك في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كشمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فدحرجها على رجله، ثم قال فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي إسلامه، ولئن كان يهوديا أو نصرانيا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فما أكاد أبايع إلا فلانا وفلانا، رضي الله عنه. وحذيفة مات في وقت مبكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات، وعثمان بن عفان محصور في الدار قبل موته بليال قليلة جدا، وعثمان مات في السنة 35 للهجرة. وحذيفة يقول هذا القول والصحابة متوافرون لسرعة تقلب الأحوال بعد رحيل محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا فأولياء الرحمن في ذلك الوقت متوافرون بلا شك، لا شك في ذلك. فالعشرة المشهود لهم بالجنة في ذلك الوقت جماعة منهم على قيد الحياة. فعثمان ليلة موت حذيفة لم يمت بعد، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حي، وسعد بن أبي وقاص على قيد الحياة، وهؤلاء وكذلك الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته، وطلحة بن عبيد الله لأنه مات يوم الجمل رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. فهؤلاء أولياء الرحمن بلا شك ولا ريب، شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد بالجنة لغيرهم. عبد الله بن مسعود قال فيه تعجبون من دقة ساقي عبد الله بن مسعود
والله إنهما لعظيمتان في الجنة. فهؤلاء أولياء الرحمن. عمار بن ياسر رضي الله عنه مات في حرب صفين وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال: نعم الرجل عمار تقتله الفئة الباغية. فبين أنه من أهل الجنة نص. وهنا قال نعم، ونعم فعل جامد لإنشاء المدح، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمار بن ياسر. الأولياء في ذلك الوقت متوافرون جدا، وحذيفة بن اليمان نفسه هي صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين، أخبره بأناس من أهل النفاق لم يخبر بهم سواه، وكان عيبة سر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المنافقين رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء ذاقوا حلاوة الإيمان وسلكوا ما هي على الحق والهدى الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية البيان، وحنت أرواحهم إلى الموت في سبيل الله، مما يدل أعظم الدلالة على أنهم من أولياء الله ولا شك في ذلك. وما كانوا يتاجرون بهذه المنزلة، فعثمان بن عفان رضي الله عنه أتاه رجل في حاجة وهو أمير المؤمنين، فنظر إليه فقال: ما بال أحدكم يأتينا وأثر الزنا باد على عينيه؟ لأن الرجل نظر في طريقه إلى أمير المؤمنين نظر إلى أجنبية. قال: ما بال أحدكم يأتينا وأثر الزنا باد على عينيه؟ فقال له الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن، فانظروا يرحمكم الله. لو فرضنا أن واحدا منا اليوم كوشف بمسألة دون هذه بكثير لما تهرب هذا التهرب الذي فعل عثمان بن عفان، قال: لا، ولكنها فراسة المؤمن. بل إذا ذكر له ذلك يقول: إحنا ما هباس قاع ما أنش يكبر من قدو يا غير بعد ذاك اللي شفته كذا اللي يواسي حاله باش يهضم نفسه يا كان الناس يكبروا. ما هي من صفات أولياء الرحمن بيان الأمور وادعاء الكرامات مع البعد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الكثير من الأحيان؟ هذا لا ينبغي أبداً أن يدعي أحد أنه من علامات ولاية العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى وولاية الله للعبد. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، وهؤلاء هم الذين يحملون على هذا النوع من الفخر والخيلاء وغيره. وأما المؤمنون فهم أولياء الله، ومن كان وليا لرب العالمين هداه الله ووفقه. وقد ثبت في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. صدق الله ورسوله. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. ما ظنكم بمن أعلمه رب العالمين بأنه محارب له وآذنه، أي أعلمه
قال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء. ومنه أخذ الأذان لأنه إعلام بدخول الوقت. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ورغب في النوافل ولا يزال عبدي يتقرب. فكثرة الصلاة وتلوين الطاعات وكثرة ذكر رب العالمين وغير ذلك هذا من علامات أولياء الله، مع أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله جل وعلا أعطاهم الأمن والأمان في هذه الدار وفي تلك الدار لأنهم أحبوا الله جل وعلا. كذلك محبة العبد لربه سبحانه وتعالى دليل على ولايته. ومن أحب الله أحبه الله، ومن أحبه الله أنعم عليه في الدنيا وأنعم عليه في الأخرى وجعله آمنا من الغوائل. وكذلك محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه أيضا من علامات أولياء الله. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه من روايتي عبد العزيز بن صهيب وقتادة بن دعامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذه علامات أولياء الرحمن، أحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاز أصحابه وفاقوا غيرهم وحازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا مطمع لأحد بعدهم في اللحاق بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له. وكانوا كما قال ابن القيم رحمه الله في بداية إعلام الموقعين قال: كانوا إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا أمرهم الرسول بأمر انتدبوا إليه ولا يسألونه على ما قال برهانا. قوم إذا الشر أبدى ناشذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. كذلك تجري على ألسنتهم التفدية في حال خطابهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فديناك يا رسول الله بأنفسنا، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. التفدية تجري على ألسنتهم وهذا من أعظم التعظيم. فديناك يا رسول الله بأنفسنا بأموالنا بآبائنا وأمهاتنا، وقل هذا كله فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وهو الذي أخرج الله جل وعلا به البشرية من ظلمات الشك والحيرة إلى أنوار المعرفة واليقين، أي الذين هداهم الله جل وعلا ووفقهم، أخرجهم به رب العالمين من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، وهذه من علامات الولاية، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ما أبعد البون بين هذا وهذا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من النار وما يؤدي إليها من قول وعمل. كذلك من علامات أولياء الله الرضا عن الله والرضا بما قسم الله لهم. والرضا من أعظم منزلة يكون فيها العبد، ومن رضي بما قسم الله له فهو في جنة الدنيا، ومن دخل جنة الدنيا يدخل جنة الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا هي الرضا بقضاء الله.
كذلك رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهؤلاء آمنوا وصدقوا ورضوا عن الله ورضي الله عنهم، فإذا استقاموا فذلك إمداد من الله وتوفيق وهداية، أخذ رب العالمين بأيديهم إلى النجاة والنجاح، وسلك بهم طريق الحق والهدى، فلا مضل لهم أبدا، لأن من هداه الله لا مضل له ولا يستطيع أحد أن يضله. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصدق ربنا سبحانه وتعالى. ولو ظل الإنسان وبات ومكث أياما عديدة وبحث في كتاب رب العالمين يريد أن يأتي على جميع صفات الأولياء لأعوزه ذلك، لم يستطع ذلك. فشأن الولاية شأن عظيم، وتقابلها ولاية الآخرين للطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون رب العالمين. فسلوك طريق سخطه رب العالمين سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يرشد إليه الطاغوت أيا كان، وهو ما عبد من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذلك من علامات الأولياء أنهم يضعون الأمور في مواضعها، فترى الإنسان الفهم المطيع السالك طريق الحق المهدي من قبل رب العالمين تراه يضع الأمور في مواضعها، فإذا تصدق وضع الصدقة في موضعها، لا يتبعها منا ولا أذى، ولا يفتخر بها، ولا يدل على عباد الله، وإنما يحمد الله ويشكره الذي هداه ووفقه حتى وقف موقفا مرضيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. تدبر قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ الأولياء كل واحد منهم يقول أنا، يستعد من غير فخر ولا خيلاء، ومن غير من ولا أذى، وإنما يعامل رب العالمين الذي ليس بغافل عما يعمل عباده ولا يفوته شيء من أمور عباده، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويخطر بباله في ذلك الوقت أن اليهود الذين حلأهم الشيطان عن ماء السنة الروي أنهم كانوا على العكس من ذلك، لأنهم لما سمعوا هذه الآية قالوا: نحن الأغنياء وربنا فقير. قبحهم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه كما قالوا أصبح يستقرضنا، معناها يطلب منا القرض، والذي يطلب منه القرض هو الغني. فرب العالمين قال ردا عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. إذن لا تلتبس الولاية التي هي ولاية الحق سبحانه وتعالى لعبده وولاية العبد لخالقه، لا تلتبس بغير ذلك، لا تلتبس بما يدعى من الولاية التي لا معنى لها، فالالتباس بينهما. نحن مطالبون إذن بأن نسعى شاهدين أن نكون من أولياء ربنا سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا التوفيق لذلك ولغيره مما يحب منا ويرضى به عنا، ونعلم أنه إذا لم يهدنا ويوفقنا
لا يمكن أن نحصل على هذه الدرجة، وإنما تنال بتوفيق الله وهدايته. والله جل وعلا أرسل رسله ليبينوا للناس معالم الهدى، ويفصلوا لهم العقائد والحلال والحرام، ويبينوا لهم ما ينبغي وما لا ينبغي، وختمهم بخير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فبين للناس ما نزله رب العالمين عليه ليبينه لهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبينه جميعا بأكمل البيان، ولم يقبضه رب العالمين حتى أكمل الدين وأتم النعمة وشهد له بذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهيا بنا نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لنستبين الحق المرضي عند رب العالمين، ولننتهج ذلك النهج القويم الذي هو الصراط المستقيم الذي يهدي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والذي هو صراط الله، كما قال تعالى: صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقال: إن ربي على صراط مستقيم. وقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وأن نتوب إلى الله جل وعلا حق المتاب، وأن نتبرم على النعرات والعادات المنافية لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليتأتى لنا سلوك هذا الصراط المستقيم المبين من عند الله والمبين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنتذكر أن الطريق الذي يسمى صراطا لا بد أن يحصل على أمور معينة. الطريق لا يكون صراطا حتى تكون فيه علامات معينة. من هذه العلامات أن يكون أقصر طريق بين طريقين، أن يوصل إلى المقصود بأقصر مسافة، وهذا لا يقع إلا في الصراط المستقيم، لأن الاستقامة ضدها الاعوجاج، والاعوجاج إذا وقع تزداد به المسافة، وهذا أمر يدرك بالتجربة ويدرك بالواقع. فالذي يقوم من المحراب قاصدا هذا الباب وسلك هذا الطريق إلى هذا الباب لا يساوي الذي يمر بذلك الركن وبالركن الآخر ثم يأتي الباب، لأن المسافة تتضاعف عليه. فكذلك إذا اعوج الطريق طالت المسافة، وربما تؤدي إلى الهلاك. وكذلك لا بد أن يكون الصراط متسعا لكل من يمر عليه، لا يضيق عن جميع المارين، وهذا لا يتأتى إلا في هذا الصراط الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس دخلوا في دين الإسلام جميعا وجمعتهم الحياة في وقت واحد لما ضيق أحد منهم على أحد. فهذا الصراط يتسع لجميع من يمر عليه، لا يمكن أن يضيق عن جميع المارين ولا عن بعضهم. فهذه من سمات الصراط المستقيم الذي هو طريق أولياء الله إلى الله سبحانه وتعالى. فلنتب إلى الله ولنترك القلوب بفضل الله وحكمته وعدله وإحسانه تتعلق بخالقها، ولنتذكر دارنا وأهلنا الذين هجرنا عنهم. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. نعم إن شاء الله، إذا والينا الله جل وعلا بالإيمان والطاعة نعود إلى الوطن الأول وهو الجنة. وأما إذا كان الغريب لا يحن إلى داره الأولى واجتزأ عنها بغيرها من أضدادها لا يرجع إليها أبدا. إن الغريب ذليل حيثما سلكا، لو أنه ملك كل الورى ملكا. إذا تغنى حمام الأيك في غصن حن الغريب إلى أوطانه وبكى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيه الحمد لله سؤال. بارك الله فيكم. أيوة طيب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
هذا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفتح لنا ولجميع المسلمين أبواب العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما نعلم منه وما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما نعلم منه وما لا نعلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا.